أنا فخورة جدا أن أكون سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف هنا في الجزائر مع زميلي إسماعيل بن ناصر، حيث هذا العمل الإنساني شرف لنا ومسؤوليتنا اتجاه أطفال الجزائر وأطفال الجنوب وخاصة المناطق النائية. كوني ترعرعت من تلك البيئة وأنا أعرفها جيدا، هناك العديد من الأطفال يحتاجون إلى الدعم ونحن جاهزون لتقديم كل ما يلزم أطفال الجزائر. وكلكم تشاهدون الصور الأليمة لأطفال غزة الذين يموتون كل يوم ويتشردون منهم المئات، وفي بلدان أخرى كاليمن والسودان. من هذا المنبر أنا نقول للطفل حقه واليونيسف لكل طفل، وأنا متحمسة جدا باش نقوم بهذا العمل مع أخي إسماعيل بن ناصر واليونيسف معا. ونوجه الشكر الخاص لممثلة اليونيسف هنا في الجزائر السيدة كاتارينا يوهانسون على هذه الثقة، وإن شاء الله معا من أجل أطفال الجزائر.